بك، كيف تسير المعارك في العاصمة طرابلس أيضا وما جاورها، وإذا كانت لديك معلومات حول اختطاف المسجل العام أيضا ورئيس جامعة الزيتونة. نعم محمد، أهلا بك. نعم، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة ليبيا. الحدث احتدام المعارك اليوم في محور صلاح الدين وعنزارة، حيث تحاول الميليشيات إرضاء داعميها بالسيطرة على مواقع جديدة بعد سلسلة من الهزائم التي تتكبدها حتى لا تخسر هذا الدعم. ويبدو أن هناك تهديد من قبل داعمي الميليشيات بأن هذا الدعم سيتوقف إذا لم يتم إحراز أي تقدم، لذا الميليشيات تقوم بالبحث في السوق السوداء حسب ما تم رصده اليوم، بأن أحد قادة هذه الميليشيات يبحث في السوق السوداء عن أي جهة تبيع له الذخيرة في حال نفذ هذا التهديد. ومع هذا تتكبد مرة أخرى الهزائم وتبقى المواقع تحت سيطرة الجيش الوطني. يمر اليوم الخامس على اختطاف رئيس جامعة الزيتونة والمسجل العام دون معرفة مصيرهم، ولم تتبنى أي ميليشيا هذا العمل، تبقى أو ليبقى مصيرهم غامض حتى الآن. أما عن مدينة ترهونة، حيث شرعت لجنة الأزمة في توزيع الوقود البنزين والديزل على المواطنين في بعض محطات الوقود وفق المخطط له، وهو تقسيم أيام التوزيع على محطات معينة وأيام معينة. اليوم هنا في محطة وقود خيري، المعروفة بمحطة وقود خيري غاز بالخضرة، وغدا بالدوون، وبعد غد في منطقة أخرى، وتستمر هذا التوزيع حتى نهاية أزمة الوقود. نعم، أشكرك محمد صادق مراسلنا من مدينة ترهونة، شكرا جزيلا لك.